طيب كنا بنتكلم لسه برضو في اجتماع مجلس الوزراء وعندنا بس جزء من كلام وزيرة التخطيط بخصوص برضو الوضع الاقتصادي والمؤشرات وازاي المؤسسة الدولية متابعاها وتعليقها عليها. تفضل. النمو النهاردة جاي من فين؟ النمو جاي من أغلبه 80% منه جاي من الاستثمارات، وده النهاردة قطاعات إيه اللي حققت أعلى معدلات نمو. عندنا قطاع الاتصالات، قطاع التشييد والبناء، قطاع السياحة، قطاع الغاز والاستخراجات، قطاع قناة السويس، وقطاع الصناعة. ويمكن زي ما كان بيتكلم دولة الرئيس، احنا القطاع الصناعة كان شهد بعض التراجع العام الماضي والعام السابق، فده لأول مرة بيعود تاني إن هو يبقى من أكثر القطاعات نموا ومن أكثر القطاعات اللي شهدت نمو، وده نتيجة للإصلاحات الهيكلية اللي قامت بها الحكومة المصرية في قطاع زي قطاع الصناعة، قطاع هام زي قطاع الصناعة اللي هو بيوفر فرص عمل لائق. لما نبص على حجم الاستثمارات اللي تم ضخها خلال الربع الأول، احنا في زيادة 20% عن حجم الاستثمارات الخزانة العامة اللي تم ضخها العام الماضي. احنا بنتكلم النهاردة على استثمارات خزانة فقط 30 مليار، استثمارات عامة 87 مليار في الربع الأول، ودي طبعا زيادة جيدة جدا.